يجتاز زكريا الأموي التلميذ بسنة الثانية بكالوريا مسلك علوم الحياة والأرض اليوم الأربعاء بدار الانطلاقة الجديدة بعين عتيق الامتحان الوطني برسم دورة يونيو 2018 متحديا الظروف الاجتماعية الصعبة التي تسببت في انقطاعه عن الدراسة. زكريا البالغ من العمر 18 ربيعا والذي تبنته الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة تم إدماجه في منظومة التربية والتكوين عن طريق برنامج التربية غير النظامية الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية مما فتح له الطريق من أجل متابعة دراسته. أنا فرحان بزاف حيت وصلت لهذا المستوى بفضل الوزارة وأنا تنشكرها بزاف حيت أصلا فاش كنت مقاطع على المدرسة بسبب الوزارة هي اللي دخلتني وندمجت مع التربية غير النظامية وموراها دمجوني في الابتدائي وبعد ذلك دوزت الإعدادي وأنا الآن اليوم في الباك وفرحان بزاف وتنتمنى ان البرنامج ديال الوزارة التربية غير النظامية يكمل حيت مازال بنادم خاصو راه بنادم حتى هو خاصو الدعم بحالي. وتعد التربية غير النظامية التي انطلقت سنة 1998 كمدرسة الفرصة الثانية بمثابة برنامج علاجي أي عرض تربوي استدراكي مكمل للمدرسة النظامية يستهدف الأطفال واليافعين الذين ينقطعون عن المسار التعليمي أو التكويني لسبب من الأسباب من أجل توفير تعليم لهم حسب 3 مستويات ثم إدماجهم في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو مساعدتهم على التكيف مع محيطهم الاجتماعي والحياة العملية. دأبت الوزارة على إيلاء الأطفال في وضعيات خاصة اهتماما كبيرا خلال الامتحانات الإشهادية، وأخص هنا بالذكر الأطفال الوافدين من أنظمة تعليمية أخرى أو أبناء الجالية المغربية العائدين أو الأطفال أو التلاميذ الوافدين من مناطق تعرف توترا في العالم وبالخصوص في العالم العربي، وأقصد هنا التلاميذ مثلا الليبيين والسوريين. في هذا الإطار لابد من الإشارة على أنه منذ سنوات ونحن نخصص ظروفا استثنائية لاستقبال هؤلاء التلاميذ سواء في الدراسة ديالهم لأن كان كيف لهم واحد الوضعيات يعني تعليمية باش يمكن لهم يواكبوا. هذا يوم احتفالي في مسار ديال واحد شاب زكريا الأموي اللي كيجهز اليوم امتحانات ديال البكالوريا، فكانت انطلاقة متعثرة وتم تدارك ديالها من خلال برنامج ديال التربية غير النظامية اللي استفد منه في موسم ديال 2009-2010 من بعد الظروف الصعبة اللي كانت واجهت المسار ديال الحياة ديالو، تم إدماج ديالو في التعليم العمومي من بعد في موسم 2010-2011. اليوم هو كيجتاز امتحانات كسابقيه من الأطفال. هذا وتعتبر جمعيات المجتمع المدني المنفذ الرئيسي لبرامج مدرسة الفرصة الثانية والمواكبة التربوية وفق مقاربة الشراكة التعاقدية، وتستفيد من دعم مادي يغطي أساساً تعويضات المنشطين وهو يقدر ب1200 درهم عن كل مستفيد سنوياً.